السلام عليكم، صباح التفاؤل والأمل. في سؤال جه اللي هو هل في ربط واضح بين البيم والبي ام بي؟ لأن أنا واخد البي ام بي وأعتقد إن لو في تطبيق من البيم على البي ام بي هيكون شيء ممتاز. البيم بيلدينج انفورميشن موديلنج، إن أنا بعمل موديل للمبنى تقدر تستفاد منه إن تعرف أي معلومة ممكن تحتاجها. تمام، خليها بقى على جنب وتعالى ندخل على البي ام بي. بروجكت مانجمنت بروفيشنال، ان انا بعرف اداره مشاريع ومتخصص في اداره المشاريع، وبيبقى في بعض الطرق او العمليات بنبدا نتعلمها ونستفاد منها والحاجات دي كلها. طيب البيم هي بيلدينج انفورميشن موديلنج، او حاليا بدات تبقى بيلدينج انفورميشن مانجمنت، لان هو قال لك لا ده انا مش بعمل موديلنج وخلاص، ما انا ممكن الموديلنج ده ممكن اعمله على اي برنامج، مثلا ممكن اعمله على الماكس، ممكن اعمله على بلندر، ممكن اعمله على الاوتوكاد 3 دي. فلا مش هي دي الفكره كده، في احنا اكتر من كده بكتير، احنا بندخل معلومات وبنساعد في اتخاذ القرار وبندير المشروع كله، مش بدير الموديل، لا ده انا بدير المشروع كله من خلال الموديل. فخلاص بقى اسمها بيلدينج انفورميشن موديلنج، وانا عندي هناك بروجكت مانجمنت بروفيشنال، فبقى فيه ان الاثنين بقوا كلهم في الاداره. تمام، الفكره كلها ان انت تطبق الحاجه اللي انت استفدتها هنا في البيم، تطبقها في قلب البي ام بي. انت خلاص الراجل بقيت فاهم بيم وشغلت بيم، فتقدر ان انت تطبق العمليات دي. يعني على سبيل المثال مثلا، ومش لازم تكون انت شغال بايديك في الموديل، ممكن تكون معاك ناس شغاله، بس انت فاهم فكره الموديل ازاي، او فاهم فكره البيم ازاي، او فاهم انت تستفاد منه ازاي، او تقدر تمشي الناس وتقول لهم انا عايز المعلومه الفلانيه ديت، انا عايز اعرف كميه الحصر قد ايه اللي انا هتكلم فيها، طب تكلفه الحاجه دي قد ايه، ايه اللي هو ممكن يعملها لي. ممكن يكون هو بيعمل لي 500 حاجه وخلاص، مش محتاج ان انا اعمل خطوه زياده عشان استفاد من 500 ديت، بس انا ما اعرفش ان هو بيعمل الحاجات دي فما استفادش منه. تمام، يعني بتحصل كتير ان يكون في مشروع وفي فريق كامل بيم شغال بيعمل مودرنج، لان المشروع لازم يسلم موديل بتاعه، وجنبيه فريق بيعمل حصر، طب وبيعملوا حصر من الكاد او بي دي اف، طب ما الحصر هو جاهز، بس يعني مدير المشروع ما يعرفش ان ممكن الحصر يطلع من البيم وموثق فيه، او يعرف بس مش واثق فيه، فبيخلي الناس تعيد الشغل او تكرر الشغل، وده بيعمل يعني ان يبقى في تكرار للشغل، وكده يبقى انت في مشكله في الاداره. في مره من المرات مثلا كنت شغال مع حد، فقال لي انا عايز شايف الرام دوت، الانحناء بتاع السيارات اللي طالع دوت منحنى كده، قال لي خد لي فيه سيكشن كل متر. طبعا كان حاجه ضخمه جدا، فقلت له انا كده محتاجين نجي 150 سيكشن، عشان انت عايز ايه؟ قال انا عايز اشوفه. قلت له طب ممكن اوريك 3 دي؟ قال لي هو ينفع اشوف 3 دي؟ فقلت له اه سيلكت، يعني ورولي في 3 دي بضغطة زرار واحد شافه 3 دي. تمام، بس في مثلا معلومة ناقصة عند حد من الاتنين بيخلي ان شغل ياخد اكتر. يعني لو انا كنت قلت له حاضر وقعدت اعمل 100 سيكشن، وال 100 سيكشن دورهم له ويقعد يطبعهم 100 سيكشن ويقعد يبص فيهم ويحاول يستنتج شكل الرامب ده هيبقى عامل ازاي، ده هيعمل مشاكل كتير. حاليا بيم ارابيا عن البيم، وفي فريق تاني متخصص في الاداره، بنحاول ان احنا نعمل منهجيه بين الاثنين، نوضح ازاي كل خطوه من الخطوات نقدر نطبقها من خلال البيم. لان في مثلا في لو احنا بنشتغل في البعد الرابع، ان انا بعمل بعد بضيف بعد الزمن للموديل، لازم اربط الشغل بتاعي بالنفس وركس بالبرمافيرا او الام اس بروجكت. فلما بربطه، ما الحاجات دي اهم سوفت وير موجود عند البي ام بي، فانا كده بروح لقسم البي ام بي، اديني الملف بتاعك، طيب انا هربط، طب شوف الشغل بتاعك بدل ما كان ارقام وجداول وحاجات زي كده، لا ده بقى 3 دي قدامك، بقيت تشوف الحاجه. اه ده في هنا وقت ما فيش حاجه بتحصل، فلا ده انا كده معناه ان في خطأ في الجدول، فلازم اعمل شيفت للمهام. لا ده هنا في عنده مشكله كذا، ابدا افهم ايه المشكله وابدا ان انا اتعامل معاها. فنقدر نقول ان في الحاله دي البيم هيبقى هو مش اداه بس، هو هيبقى يعتبر بالنسبه لاداره المشروعات اداه لتحقيق اهدافها. تمام، يعني هو منهجيه وفلسفه وفي رساله دكتوراه بتكتب فيها،
بس هنا هنعتبره زي اداه بيحقق لي اهدافها. في حاجات انا بحتاجها، بحتاج معلومات اكون واثق منها، بحتاج ان انا عايز حصر مثلا، عايز الكلاشات تتحل، عايز ما يبقاش في مشكله، عندي مشكله وعندي 5 حلول. فبدل ما اقول للعمال تعالوا ركبوا وهات سلم واطلع وفك واعمل طب جرب الحل ده ما ينفعش، طب جرب حاجه تانية، طب جرب حاجه ثالثه، لا طب انا ممكن اعملها في الموديل ومرت يعني 5 6 مرات 20 مره، مش هتكلم معاك خالص، هتكلم في الكهرباء بتاعت الجهاز ومرتب الموظف احيانا اللي ما بياخدش حاجه، خلاص خلص تمام. فاصبح الموضوع بسيط. حتى برضه في السستينابيلتي مع البيم، البيم بنعتبره اداه او خادم للسستينابيلتي، الحاجات اللي هو عايز يحققها انا بحققها له من خلال البيم بطريقه اسهل واشيك، وبدل ما هو كان بيوجع دماغه ويخش في قصص كتيره، ده انا بديها له كده مشفيه، اقول له خد المعلومه الحاجه اللي انت عايزها تقدر تعملها بسهوله من خلال البيم. فهو البيم بنعتبره اداه بيحقق الاهداف الكبرى، سواء في اداره المشروعات او سواء في السستينابيلتي او الفاسيلتي مانجمنت او حاجات كتير جدا. البيم بنعتبره اداه، رغم الفوائد الكبيره بتاعته بنعتبره اداه بتحقق لنا الاهداف اللي احنا عايزينها. اتمنى يكون الموضوع وصل، ولو في اي سؤال ابعتولي ان شاء الله نجتهد كده وان شاء الله نحله مع بعض.